السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الجهاز ده طبعا زي ما حضراتكم شايفين ماتريكس أو أيا كان الاسم بتاعه، بس البوردة دي طبعا خليكم فاكرينها وعارفينه. اليومين دول بدأ ينتشر فيه عطل، إن هو بيجيب أون، كلمة أون كده بالإنجليزي، وبعد كده الشاشة تفصل خالص وما ينورش ولا يفتح ولا يعرض حتى على الشاشة. يعني زي ما هنشوف دلوقتي كده، أنا هوصل أهو، بسم الله أنا كده وصلت. بصوا حضراتكم أون أهي، وبعد كده ما يبداش المفروض بعد الاون يجيب الارقام، لا ما بيجيبش الارقام. حضرتك ممكن تفكر ان المشكله في الباور، او ممكن تفكر ان المشكله في البورده، او ايا كان ممكن تفكر، ولكن المشكله مش هنا خالص. المشكله دلوقتي هتعمل ايه وانت موصل الكهرباء؟ المفروض هو ايه يبقى جاب الارقام بعد الاون، مفيش الكلام ده. احنا دلوقتي هنشيل الكهرباء تاني، تمام، هنوصل الكابل بتاع السوفت. طبعا احنا عارفين السوفت والكلام ده، احنا شرحناه قبل كده كتير. هنوصل كابل السوفت هنا دلوقتي كده بالظبط كده يا جماعه اهو، تمام. هنبدا طبعا، هنرجع دلوقتي على جهاز الكمبيوتر، هنشوف مع بعض كده هنعمل ايه. كده احنا وصلنا دلوقتي الكابل السوفت اهو، موصلين الفيشه بتاعه الكهرباء هنا في الريسيفر، ولكن لسه ما وصلناهاش فين في الكهرباء، تمام. اكنك هتعمل ملف قنوات يعني، بس هندخل دلوقتي ونشوف مع بعض على جهاز الكمبيوتر ونشوف هنعمل ايه. طبعا دلوقتي احنا على جهاز الكمبيوتر، هندخل طبعا على الملفات، ماشي. هنجيب اللودر بتاع الصيني، معالج عالي، هنفتح عادي جدا. هنختار الملف مثلا يعني رقم 10، طبعا زي ما قلنا هنجيب دي على 64 زائد 64 علشان لو في اي خطأ ولا اي حاجة ما يحصلش معانا مشكلة. وهنضغط على نيكست، وبعدين هنحط الفيشة بتاعت الكهرباء بتاعت الجهاز دلوقتي كده، ماشي. المفروض الجهاز بيعمل معاك اون، وبعد ما بيعمل معاك اون بيروح ظاهر معاك ايه اهو، اللي هو كده ايه السحب بتاع اللودر، تمام، يبديت يعني. طبعا بنرجع لحد ما نجيب الملف بتاعه، مثلا الملف بتاعه طلع رقم 19 مثلا يعني. بعد كده بنظبط على 64 زائد 64 وبنضغط على نيكست وبنجرب، ماشي. بيبدا بعد كده يسحب معاك اللودر، ويبدا ياخد معاك الملف بتاع القنوات بشكل طبيعي جدا جدا، اكنك بتعمل له ملف قنوات، تمام. بعد النتيجه دي ما تخلص بنضغط على نيكست عادي، فينيش كده، احنا خلصنا، تمام. بصوا كده دلوقتي الجهاز اهو فتح وجاب ارقام، وهيعرض كمان على الشاشه، تمام يعني، وكله تمام. دي المشكله اللي كان ظاهره بيها، يعني كان في البدايه جايب اون، وبعد ما الاون بتيجي بتروح، بعد كده مفيش اي ارقام، مفيش اي بيانات، مفيش اي حاجه خالص. بتدي له الملف بتاع القنوات بشكل طبيعي جدا جدا، بعد كده الجهاز بيفتح ويشتغل معاك تمام. كده نكون وصلنا نهايه الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. وشكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.